شوف 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 هذا الفيديو هو السبب ديال باش يعتقلها الامن الفرنسي. اسمع وي السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اكيد انكم كاملين عرفتوا ان صوفيا بلامان راه تشدات في الحبس، شدوها البوليس في فرنسا، وراه محتمل انها تضرب الحبس. سوف نشتاق للبقره الحالو سوف نشتاق لها الصراحه. كلكم بغيتوا تعرفوا السبب، واليوم غادي نحللو ونبين لكم الفيديو ديال السبب ديال القبض ديالها، علاش تشدات. يعني هي واخا كبيره وهبيله وكتجول وشحال من دوله داس، وما عارفاش القانون وما عارفاش الحدود ديالها اللي خصها ما تجاوزوش. قبل من هذا الشيء ندوزوا للفيديو اللي صيفطتو، عاد نشوفوا السبب ديال اعتقال ديال بلامان على بركه الله. ندوز الاول فيديو. السلام عليكم خاوتنا تاع الرجاله تاع 58 ولايه، خاوتنا نترحموا على خونا العزيز ناي، خويا ربي يرحمك. كرغولي كرغولي، عين كتشوف هنا وعين كتشوف لي راه كداير واحد كيدير رياكسيون. دابا نوصلوا دابا نوصلوا دابا نوصلوا نطلع به قصاره. واحد قال لك حتى هو تانسبيرا من هذا المحتوى هذا، حتى هو بغى يضحك على المغاربه قال واحد كرغولي. صبر جيلي في الطريق، صبر صبر، ما بغيتش انا نسبق لجبدك ولا غير باش تذكرني، ولا عاد غادي تجي الحلاوه ديال انني نطلع بك قصار. نشوفوا هاد الكرغولي. تسمع هكذا يا ليكي دوكا دوكا، نروح نقبض واحد يهضر فرونسي حنسقلوش عليكي من الاخر. لكن شفت شي واحد كيهضر بالفرونسي غادي نضربه بالتصرفيقه. هو لابس التوني ديال فرنسا، الكرغولي راه كرغولي كيعبط فرنسا وكيبين انه ضد فرنسا. فتحنا الجماوله اخويا وهذا ما تعليش، وهذا طايحين تهضروا فرونسي، طايحين تهضروا بالطريحه في لي صالون في. واش كيشوف دابا فينا في الكاميرا ولا كيشوف هذاك اللي شد الكاميرا؟ اودا زعما اوف فرونسي، عم كون قبض وحده تهضر اوف فرونسي شنو ديرها؟ نسقلها. ومنين قبضك انت تهضر فرونسي نسقلها. ها التوني ديال فرنسا، ها التوني ديال فرنسا، راس الحمار، ها الكرغولي، ها الكرغولي حيد التوني ديال فرنسا عاد سب فرنسا. جا بغا يبين الناس زعما راه ضد فرنسا ولا لابس التوني ديال فرنسا. من الاخر خويا عزيز، حنا عندنا عز الدار خويا، حنا الجماعة هلال وليزاجيري رجال وما تعلاش وهذا، ما يخلعوناش هادو لي فرونسي. من الاخر خويا عزيز، والله عمري ما شفت شي مكلخ بحال هذا، باغي نعاير شي دولة ولابس التوني ديالها وكنعايرها. خاص فري ما درناش، واش داروا في السيد فري ما درناش، ولو ربي يرحمه خويا كما يقولوا يا اخو روح ديالو خلاص. الله يرحمه، حنا شوف راه العالم كله تعاطف مع ذاك الطفل الله يرحمه، ولكن انتم شوهتوا الصورة ديال ديك الحادثة. شوف المظاهرات دابا والتخريب والدمار اللي درتو، ما عندو حتى شي بعدا. صافي عند ربي ان شاء الله خويا العزيز. من الاخر لي فرونسي ملي بديتي كتقولنا من الاخر ما شفناش شي الاخر عندك. ما كاش ماش عايز يدير قانون، جمع واحد نزلنا غادي نهضر فرونسي حنسقلو، وانا جايين ايزاجيري نعاونوكم غير ما تخافوش. هادو صحاب السالح زوامل، ما حبوش ينقصونا، كان نقصونا رانا كاع تما في فرنسا. قال لي كون نقصونا كنا كاع اللي فرنسا بغا يحرق. وانا جايين فاقا دوزيام تاع دوزيام ميطا واحد راح تشوفو فيس بري عيان، انا دوكا عندي ماري كابل، انا دوكا تعطي لي شريكي ماشي بين وال ولا بين وال. بغا يحرق من كيسب فرنسا، حتى بغا يحرق لفرنسا. تعطي لي باسينه نقلع بها الصابية تلحقني زعما باسينه نلحق يا والله. هادي رجاله والد، ما عندناش التاويل باش نجيو لا غالب، ما عندناش التاويل باش نجيو والله غالب. صدق عاود كيقول لك اودي ما عنديش كي ندير الجيم راه نجي لفرنسا. هذيك الدوله اللي سبا في الاول اللي قال لهم نشوف شي واحد كيضرب الفرنسي نضربه. ما تفهم تسطى مع الكراغلة، تفهم تسطى. يلا سير نحاولوا نفهموا هاد نحرقوا هذيك فرنسا، ما تخلعناش من الاخر. او ديديكاس لي بليدار خويا تحيا حراجة، رانا معاكم ومن البلاد نزيد نشجعوكم. فيف لي زالجيريان، وبالعقل بالعقل شوية عليهم، اكو ديتو كاع سوايع خويا، خلونا مو ساعة، خلونا مو في بلا تاع الرولاكس. قال لي ديتو كاع السوايع، خليونا غير ساعة ديال رولكس. فرحان دابا الجزائري تسولي يقول لك الجزائريين دخلوا للمتاجر هزوا فيها ما ها هزوا كذا، يعني بحال شي انجاز، بحال شي حاجة راه زوينة زعما، راه داروها زوينة. راه هذيك الشفرة هذيك راه سرق اللي ماشي ديالو، راه هز الحرام صح. واش نتوما بعقلكم الكراغل؟ ندوزو الفيديو آخر. السلام عليكم في بلاجيري. شو واش تصرف دابا هذا كيضحك؟ واش هذا راه كيبكي هذا؟ راه شو اصاحبي؟ شو على حق راه شو السيد هو ومرتو غاديين تما كيديروا الموسيقى كيطلبوا بها من حقهم شغلهم هذاك، انت غادي للميكرو
وان تو تري فيفا لالجيري. ومن بعد ومن بعد تف قطر كاس العالم وكتقول لنا وان تو تري فيفا لالجيري، كديروا الضحك في ريوسكم، راه فاش زعما كتبينوا راكم شي حاجه. راه الولايات المتحده ما كتلقاش واحد كيهز الميكرو يقول لهم ايزا كدا ولا فرنسي يقول لك اف ار ولا فيف لا فرانس ولا كدا، صافي راه بينك وبين راسك، علاش غادي تخطب علينا داك 1 2 3 ديالك فيف لالجيري؟ ومن بعد هذيك علاش كتقول فيف لالجيري شادين الناس فيها طوابير على السميد والحليب؟ اش من فيف لالجيري؟ ديك اللي كتقول لنا فيف لالجيري خرجت لنا الشيخ نانو الشيخ بيلو الشيخ غير دوك الشيوخ، اش من فيف لالجيري؟ مشات فيف لالجيري 1 2 3 فيف لالجيري فوقيت الشهداء فوقيت الرجال، اما دابا بقاو غير الدنجال اللي بقى عندكم. انت شوف شو على تصرف دابا على بالو دابا راه دار شي انجاز، راه ما صعيبش على المغاربه يديروا اكثر من هكا، ولكن لا حشومه ناس مخلقين مربين. دابا درتي الضحك في راسك دابا ديك 1 2 3 في الجيري كيشوفوا صافي خداو نضره على لي الجيري كلهم بحال هذا مكلخين. السلام عليكم في الجيري. دابا واش ضحككم هذا الشيء؟ واش دوزوا الفيديو اخر هاي هذه في المغرب الحره هذه هبلت عليها ونجيبها غادي شعال يردخها اسطنبولي شعال 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 فيها لي كولير غير الهبل والطوب شعال. هما كيجيبوا عاود من المغرب غدا يقولوا لك ديالنا، هما كيجيبوا من المغرب غدا يقول لك هذا الشيء ماشي مغربي ديال الجزائر. الخنشاله بدات شعال ما شاء الله هذه تاع مغرب. مزيان ملي قلتي تاع مغرب راه غادي يسدوا لك المحل الا قلتي تاع المغرب. ها استاذ بيعو اسكت قلتي تاع المغرب سدوك الكرا على المحل. جماعه هادي تاع المغرب ماشي تاع البلاد اللي راهم هي امبريمو وكاع وشكل. سمعتي هادي ولا لا؟ الصوت ناقص يمكن في هذا الفيديو. ياك هادي راه تاع المغرب ماشي تاع البلاد اللي امبريميوهم طا 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 الدوزيام زعما غير كينقلوا من المغرب. هذا راه الاصل هذا تاع المغرب دار 130 130 بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هذا دار 130 ما شاء الله غير ما تنسبوش للجزائر، ما راه ما شاء الله غير ما تنسبش للجزائر. دوز الفيديو اخر بيك معنا الاكسجين الاخضر من الطاقات المتجدده التي لا اعرفها انا شخصيا. شكون اللي عارفها؟ واش كاين شي اكسجين اخضر؟ راه الكراغلة بوحدهم اللي عارفينها. واكيد انت ايضا لا تعرفها ولا اي واحد من المشاهدين الان سبق ان سمع بالاكسجين الاخضر. حتى وزيره الخارجيه الالمانيه استغربت من حديث نظيرها الجزائري عن هكذا الاكسجين الاخضر طاقه نظيفه. شفتي اكيد الفيديو وشفتي اكيد تعليقات لصاحبته. نعم حنان اعتقد ان الامر يتجاوز مجرد زله لسان، الامر ربما يطرح اكثر من علامه استفهام حول الثقافة العامة لدى بعض المسؤولين وبعض الوزراء. نيشان أنا عجبني الثقافة العامة وراسهم خاوي، والكراغلة ما يستحقوش أنك تجيب أستاذ بحال هذا باش يشرح. الكراغلة راه غير حنا نسكتوهم، علاش تجيبوا أستاذ بحال هذا ينزل للمستوى ديال الكرغولي يقول لي ما كاينش أكسجين أخضر؟ بغى يقول الهيدروجين قال لي الأكسجين. لا شيء اسمه أكسجين أخضر أو ثاني أكسيد كربون أصفر. هناك هيدروجين أخضر. الهيدروجين الأخضر هو يعني وقود يخلو من عنصر الكربون، مصدر إنتاجه بالطبع هو الماء، وعمليات إنتاجه تتم من خلال فصل جزيئات الهيدروجين عن جزيئات الأكسجين بالماء، وذلك يعني من بواسطة الكهرباء أي من خلال الطاقة النظيفة. أما الأكسجين الأخضر لا وجود له. هناك الأكسجين والأكسجين العادي كما نعلمه جميعا وهو موجود في كل الهواء. أنت شرح لهم، شرح للكراغلة باش يفهموا باش يدخلوا سوق راسهم. صفتي مسؤول دابا شاف المغرب راه داير شراكة مع الألمان على الهيدروجين الأخضر، مشى قال لهم تاع الأكسجين الأخضر، ما عرفش كاع شكون اش كيقول غير كيهضر. مسؤول جزائري دابا. دوزو لنا دابا الفيديو نشوفوا السبب ديال اعتقال البقرة الحالو. شوف 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 هذا الفيديو هو السبب ديال باش يعتقلها الامن الفرنسي. اسمع وي اي فو كوليك نو دوموند دو ديسونت فو فو نو دوموند دو رومونتي فات كوا لا رونتري لا ميزون. اه نو شي با بريت ا رونتري لا رونتري لا ميزون قالو. Regarde qui fait circuler, chauffe. Chauffe, chauffe, chauffe.
je suis pas good at man, je le dis. Là c'est n'importe quoi le hamdi. بالتعسف و انت باكاس هضر دابا مع العربيه صح. اقصد لان الطفل هذا ما طيحش. تسب هذيك خسرت الهضره. هذيك يمكن هي اللي تشدت ليها. هذيك هي بنتها ولا اللي جات معاها. تم قتل ناهل رحمه الله وجعله من فردوس الجنة إن شاء الله. تم قتله بقتل عمدي والحمد لله أن كانت هنالك مواطنة فرنسية. كضحك هذيك عارفها ماشي جدية عارفها بالله مسرس شو تضحك عليه. أخذت فيديو وبعد ذلك أسألك عن لا إنه طفل لا تقول هكذا. دعيني أسألك عن مظاهر العنف. لا أسمي هذا بعنف أو شغب. أنا أسمي هذا بالعدالة. نطلب العدالة وهذه الطريقة الوحيدة لطلب العدالة. أنا هذه هي الطريقة الوحيدة لطلب العدالة هو التخريب والسرقة. لدي 33 سنة في فرنسا ورأيت ما لا يتقبله العقل. دوختينا دوختينا التبقينا لكن اليوم هذو أولادنا الذين ولدوا في 2000 فلا يسكتون على هذه الأشياء لأن هذه أشياء فاقت الخيال. كيف تقتل طفل في عمره 17 عاما قتلا عمدي بكروهية وعنصرية؟ لماذا هذا؟ ما نحن موجودين العدالة أم الخراب؟ ها العدالة أم الخراب؟ ها السبب باش تعتقلت. وفرنسا تحصد ما لا تساوي. بيعوها العجل مشات للسيلون. شوف قولي في 2000 فلا يسكتون على هذه الأشياء لأن هذه أشياء فاقت الخيال. كيف تقتل نحن موجودين العدالة أم الخراب؟ سمعت تبيع العجل. سمعتي تبيع العجل؟ صفطوها للحبس. صفطوها الله يلا صفطوها. راه دابا حاليا راه في الكوميساريه وراه عاد كيشوفوا يقلبوا ليها على بوحامي ويتجاروا مع لعلا وعسى يطلقوها. ادي يا كرغولي دوله الكراغي هنا ما بغيتوش ديروا عقلكم عوض ما تحتجوا تعطيوا صوره زوينه على بلادكم كتشوهوها بالسرقه والتخريب. وهذا اخوان وصلنا اخر هذا الفيديو. تحياتي لكم وديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم. واعطيوني الحريره والخبز خور وشي شويه ديال اتاي راكي درتي ليا انت الكروب.